السلام عليكم. إذا كنتم المتابعين الجدد ديال القناة ما تبخلوش بزر الاشتراك والإعجاب فضلا وليس أمرا، مرحبا بكم. نوه مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بالدولي المغربي نصير المزراوي من بعد المستوى اللي ظهر به في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لاعب هادئ ويحسن التعامل مع الضغط داخل الملعب. وقال المدرب البافاري في تصريحات إعلامية بعد فوز فريقه على ماينز ضمن منافسات البوندسليغا: أرى أن سياسة التدوير بين مزراوي وزميله في الفريق بنيامين بافارد تبقى أمرا متوازنا. وأضاف: مزراوي قدم نفسه بشكل جيد أمام برشلونة، يعرف كيف يحافظ على الهدوء عند امتلاكه الكرة، وهذا أمر مهم أمام الأندية التي تلعب باندفاع كبير. واكتسح البايرن ميونخ ضيفه ماينز بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة اللي جمعتهم السبت لحساب الجولة 12 من منافسات الدوري الألماني. وقدم مزراوي أوراق اعتماده بقوة في مجموعة من المباريات بقميص البايرن، كما لعب بشكل أساسي أمام ماينز وظهر بمستوى جيد على الصعيدين الدفاعي والهجومي. ويشار إلى أن مزراوي انضم إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الأخير بصفقة انتقال حرة عقب انتهاء عقده مع أياكس أمستردام.